انتوا مستقلين بال 50 جنيه دي؟ ال 50 جنيه دي هنلف بيها القاهره كلها. مختلف. النهاردة هنعمل فيديو تحدي الخمسين وعبارة عن فريقين، كل فريق فيه اتنين، كل واحد معاه 50 جنيه ومعاه 5 ساعات يلف بيها القاهرة كلها بيها. فيلا بينا نشوف ايه الحوار ده. واول فريق معانا العبد لله وحبيبة وفريق الهي. والفريق المنافس الفريق الهيوخيوخ اللي هيموتنا بالضحك النهاردة، فريق دلوقتي الساعة 12 ونص ومعانا 5 ساعات وهنرجع هنا تاني الساعة 5 ونص ونشوف مين هينبسط ويلف القاهرة أكتر ب 50 جنيه وأنتوا اللي هتحكموا مين اللي هيكسب. يلا بينا. خلاص مفيش وقت. طبعا احنا هنحاول ننبسط على قد ما نقدر، فما تنسوش كل ما نروح في حته نتصور. احنا دلوقتي رايحين ارت سبيس اسمه عالناصيه. يا زيد اخواتي الهكساتو ده المكان. يلا بينا. تيجي تسجل اسمك هنا تقعد ساعة 10 جنيه مش شرط تطلب حاجة، ولو قعدت في البلكونة الفيو هيبقى على التحرير على طول. دلوقتي احنا معانا اول مكان هنروحه بال 50 جنيه. انا يومنا بتكلم الخرس هنا تقريبا. هنروح هلوكا في النيل، يا رب ما تبقاش زحمه. هنروح بقى نعرف هي بكام، ودي تبقى اول حاجه نعملها بال 50 جنيه. هم اول مكان راحوا فين دلوقتي كريم وحبيب؟ دلوقتي مش عارف. بقول لك ايه، بس هو حرام. نضيف المرح الى الرداء. مش ممكن. ايه رايك؟ صح. مبسوطة؟ جدا جدا. عايزك تقولي مبسوطة بأفوارة. مبسوطة؟ مبسوطة. يا ترى أمنية وعمر بيعملوا ايه دلوقتي؟ لا تبقى غالية فشخ طبعا. اه ما طلعش هنا، احنا للأغنياء بس. احنا معناش الفلوكة، فقررنا ان احنا نروح أسرع بيه. أسرع بيه. البت أمنية دي غلاوية وعارف انها مش هتسكت غير لما تلف القاهرة كلها النهاردة وتكسب. طب عمر راجل على بابا الله ملوش دعوه بالسكه. متحف قصر عبد الدين. قول لنا كده بكام يا امنيه؟ الستودنتس. طب ما حلو، ما احنا ستودنتس صح؟ اه احنا ستودنتس. اه طب ما يلا بينا. يلا بينا. لا ما اقدرش اسيب موبايلي. لا 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 انا مش هنفر بالاثنين. اه احنا دفعنا 25 جنيه تذكرتين للقصر، تمام؟ 5 جنيه ايه؟ عشان ادخل الموبايل. على اساس ان هو ايفون يعني كده. معانا ايه؟ الثمن 5 جنيه للتصوير. اه الفوتوغرافي. الفوتوغرافي. مش هنصور فيديوهات. يستحيل نصور فيديوهات. مش عمرنا ما هنصور فيديو. عشان هنا ممنوع تصوير فيديو. بالظبط. اوعى تصور فيديو. لا هصور فيديو، انا مجنون. هنط هنا. هنط. ده متحف. ده متحف، تعال نخش. اما احنا دافعين ومكلفين بقى. والايس كريم حلو وكل حاجه، بس انا جعان. ماشي، بس احنا عايزين ناكل ارخص حاجه واحسن حاجه واجمل حاجه في كل حاجه. السندوتش ب 5 جنيه. جبنا 2 كبده وتنزل. رضا حبيبي حبيبي سلام. ايه؟ لا مش هنصور فيديوهات. لا تعالى خليك صوره هنا. صوره مش فيديو عشان الفيديو ممنوع. اتكلمي كده عشان ده فيديو. ها مبسوطه جدا. بيقول لك طعام سيدي بدران. طعام ايه؟ بس كده خلاص خلصنا. تعال
تعالى ناخد سيلفي. حلو السيلفي؟ حلو جدا. هو اسوء حاجه هنا ان مفيش تصوير فيديوهات. ايوه. فاحنا مش عارفين نوريكم كل حاجه صح؟ بس هو المكان لطيف. دلوقتي يا منى هوريك الكافيتيريا. اول كافيتيريا عابدين قاعد فيها. عابدين؟ عابدين نفسه. بنفسه. واو احلى كافيتيريا دخلتيها في حياتك. عندهم كراسي وعندهم ترابيزات ومش بس كده هندات كمان. ولا ولا المكان هنا فظيع بجد. انا قاعد على كرسي ممكن اسند ظهري بس. خلصنا القصر. مش كده؟ انبسطنا جدا. نقول تصوير. لا تاخد تعالى ناخد سيلفي. تعالى ناخد سيلفي. ايه رايك في القصر؟ حلو. اتنين فريز كانوا جمية والنبي. فريسكا كأننا في اسكندرية باتنين جنيه ونص. رحنا قصر عابدين ودلوقتي رايحين فين؟ القلعة. رايحين القلعة وهنروح اللفة. دلوقتي انا وامنية رايحين القلعة. كل واحد فينا المفروض دلوقتي معاه 35 جنيه بعد ما دفعنا 15 جنيه 10 جنيه برضه بتكلم الخرج 10 جنيه للتذكره و5 جنيه للموبايل. بالظبط. وبصراحه احنا اتفقنا كلمنا هبهب واتفقنا ان احنا هنطلع فلوس المواصلات من 50 جنيه. بالظبط. يعني 50 جنيه معانا صافي. بالظبط. انت بقى على حسب لياقتك البدنيه. بالظبط. يا ترى فرقه هبهب بتعمل ايه؟ هبهب احلى شباب. حاسه ان انا في اسكندريه قوي. وانا كمان الموضوع بس ناقصه بحر. دلوقتي رايحين حديقة الجزيرة، التيكت ب 10 جنيه وهي بتبص على النيل. يا ترى هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ أجانب مصريين؟ طلبة اهو، تحيا مصر. فوق ما اعرفش هو مكتوب هنا التذاكر ب 10 جنيه واحنا عدينا وما دفعناش. فتفتكري في دفع قدام ولا احنا عشان سالكين؟ عشان سالكين. انا مش عارف. هبهب مش سالكين. انا بس يلا ليتر. ايه الطلب؟ تذكره؟ كام؟ شنطة عصير. هنا نحن في الايه؟ في القلعه. انت عارفه دي قلعه ايه اصلا؟ والله ما صلاح الدين الايوبي ولا قايد باي؟ والله ما اعرف. هي ان شاء الله صلاح الدين. هي قلعه جنب عابدين يبقى كده اخوه صلاح الدين. صلاح الدين. انت خدتيها عشان هي بترايم ولا ملهاش علاقه؟ لا بترايم. خدوا مني الشنطه عشان ممنوع التصوير هنا. اظن واضح للجميع. لا ويوجد تصوير بالملابس التاريخيه. الله بقى على الحاجات الحلوه دي. احنا دلوقتي هنكلمهم نعمل فيهم مقلب. ايه يا منى ازيك؟ الحمد لله. انتوا فين؟ احنا عايزين نعرف مكاننا ليه. ما تحورش احنا شايفينك. بصي وراكي كده. ده ايه ده بقى يا امنيه؟ ده مسجد محمد علي. وده في علم اوكرانيا. ده علم مصر. في علم اوكرانيا اهو الارجنتين بني سويف. هذا ما لمس معانا الكوميكا وكده. لا لا مش صح. دلوقتي احنا في نقطة اللقاء بس الساعة لسه 3:30 معانا ساعتين ومعانا 11 جنيه ونص. فحبيبة قررت تودينا جنينة الحيوانات فهناخد الريسك ونروح. فيلا بينا يلا بينا. احنا بس عايزين نعرف المواصلات من ضمن ال 50 جنيه ولا لا؟ ايه يا حبيبي الحمد لله. طب احنا عايزين نعرف منكم دلوقتي المواصلات العامة مش من ال 50 جنيه صح؟ انا دايما بقول للناس ان المواصلات ما تحسبش يعني. لا مش محسوبه. لا خلاص تمام جدا جامد. كريم الخصم يلا. انتوا فريق تعبان يلا يا فريق عبد غفور البوري عاش. احنا دلوقتي عرفنا ان المواصلات العامه مش من ضمن ال 50 جنيه فيلا بينا. اجري اجري. بقول لك انت هتعدي على جنينه الحيوانات؟ حتى لو هنحسب المواصلات التيكت ب 5 جنيه بس. ايه المكان الجامد قوي ده يا امنيه ده؟ يلا ده شكله هيبقى فيه حوار جوه. لا هتاخد ايه ولا يا بابا كلنا عشان نهار اسود. تفتكري فرقه هبهب فين؟ هيجي نمت.
عدى على التحرير حبيبي. تكت بخمسة جنيه يلا بينا. تمام ماشي شكرا. اديله قلب على جاموس ماشي. اديله يا حبيبه. فوزي يا فوزي بيعملوك كويس هنا يا فوزي. اصبر يا فوزي مش كده يا فوزي. انت لسه فوزي مات من الجوع. بس وعلى رجليه وعلى لا 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 اول موضوع ما طلعش ببلاش. الموضوع طلع مش ببلاش وفوزي واخد على الليله دي 10 جنيه كده. احنا معناش غير 2 جنيه يعني يعتبر معناش فلوس نقضيها في الجنينه. هنقضيها فوجا بس بقى بس بقى. يلا بينا ناخد جوله في الجنينه. احنا كده لسه كل واحد فينا باقي معاه 25 جنيه والمفروض نقضي بقيه اليوم. فاحنا بنفكر نروح المقطم. طيب احنا كده باقي معانا 25 جنيه ورايحين المقطم. امين اللهم بارك. بس احنا هنجيب رنجايه في حدود 25 30 35 حظنا 26 ونص. على سنة عمرك ما جبت عيش قبل كده في حياتك. بص احنا معناش غير 4 جنيه وعايزين لك ترسم لها شنبات قطه. انت بتهزر؟ لا مش بهزر. قلت ايه؟ يا عم ماشي تعالى انا هضحكك عليها تاني دلوقتي. ليه ليه ليه؟ اسكتي سيبيه يشوف شغله. ولا 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 خد يا باشا. واحد اثنين ثلاثه اربعه. حبيبي يا نجوميه. ايه رايك؟ كده ما بقاش معانا فلوس الحمد لله. انت فاتك كميه ضحك مش طبيعيه. ويزو يا اخي بالله عليك كيف تفكر بوس الطاووس ده؟ افرد ريشك يا ولا ومتعنا. بس بسير اكيد انا عارف مش عايز يجي ليه. قطة مفترسة تصير غضب البجع وجنون المدرب. كفول سوداني ناكلهم معايا سنيكرز. العم بلانج السوداني السناكس بتاعي المفضل فلامينكو. الظاهر جينا في وقت مش مناسب وقلنا يلا نمشي ف بس بس ما صرناش مع الزرافه بس رسمنا قطه على وشي. بتاعتي فيها مفاجاه. فيها مفاجاه؟ فيها مفاجاه كبيره جدا يا بنتي. ما هو ده اللي احنا رحنا اشتريناه من شاهين. عايزين نلحق عشان نروح قبليهم ونعلم عليهم. اكيد من مواصلات مصر ودفعت بالكام يعني يعتبر ما دفعتش فلوس. احنا وصلنا البوينت اللي المفروض نتقابل عندها قبل الميعاد بربع ساعة. لا حلو حلو والله. تخيل بقى من قبل ما نتكلم فرقة الهيب هيبقى ماشي مريح بقنا. قلة ذوق من المنافس ان الساعة 5 ونص وهو لسه ما جاش. لا احنا نكلمهم بقى نشوف راحوا فين. الو عمر انتوا فين؟ على فكره ده مش احترام للمواعيد على فكره. ليه يا ابني بس احنا ده 5 ونص 6 طب احنا جايين اهو قشطه. احنا دلوقتي خلصنا 50 جنيه بنجري وبنجري عشان الساعه 5 ونص وكده عدى الخمس ساعات وكده وقت التحدي خلص. مين اللي هيكسب احنا ولا هم؟ مش عارف. لا تعبس مع الهكسيرتو يعني احساس ممل قوي ان انت قاعد مستني الاخصام وانت كده كده حاطط عليهم ف واحد ورا واحد زي الفاينل
لا وجنينه الحيوانات ايه؟ عملتوا ايه؟ هنشوف بقى في الفيديو. هنحط عليكم جايين متاخرين وعليكم 2 جنيه ونص وجايين تتمخطروا وجايبين عيش، ايه شغل الفول حراتي ده؟ انا بس حبيت اوصل لكم ان ب 50 جنيه تقدروا تخرجوا يوم كامل وتعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، وما تنسوش تقول لنا في الكومنتات مين اللي كسب، فريق الهب هب ولا فريق مدرسه عاشور الثانويه بنين؟ فاشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.